وزراء ومسؤولون إماراتيون أكدوا مدى تطور العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند على مختلف الصعد، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. آراء عديدة رصدها لنا موفدنا إلى نيودلهي محمد الجنيدي، نتابعها معكم. هذه الاتصالات العالية المستوى وعلى أعلى المستوى كما نراها تجدد علاقة قديمة وتحدثها لعالم أيضا متغير، وتجديد هذه العلاقة القديمة معناه أن هذه الزيارة أيضا تفتح آفاق ومجالات جديدة خارج مجالات التعاون التقليدي، والذي نراه هو تكثيف في التعاون السياسي وفي التواصل السياسي والتوجه الاستراتيجي للعلاقة، بما معناه أن نبدأ نرى توجه استراتيجي من خلال التعاون في مجالات تقنية المعلومات، في مجال الدفاع، وفي مجال أيضا مجالات الأمن، إضافة إلى مثلا أحد الاتفاقيات التي تم توقيعها، مسألة تخزين الاستراتيجي للنفط مع أدنوك والجانب الهندي. هذه كلها توجهات، برغم أن العلاقة بين الإمارات والهند تاريخية وطيبة دائما، إلا أن هذه التوجهات الاستراتيجية حقيقة هي يعني باكورة النتائج مثل هذه الزيارات على هذا المستوى. رأينا افتتاح الاحتفالات، العرض العسكري، مشاركة الجيش الإماراتي بألوانه المختلفة في هذا العرض، وهناك الكثير، رأيت الكثير من التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي تحتفي بهذه الزيارة وفرحة بهذه الزيارة، وأنا أعتقد أن هذه الزيارة كذلك وضعتنا في مراحل متقدمة في علاقاتنا، ليست فقط الاقتصادية ولكن في علاقاتنا بشكل شامل مع جمهورية الهند. هذا اللقاء في جمهورية الهند هو استمرار للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وبشأن الثقافة فهناك تعاون وثيق ما بين دائرة الثقافة والإعلام، حيث تبنت إمارة الشارقة هذا التكامل الثقافي والتبادل الثقافي مع جمهورية الهند. تجسد ذلك من خلال قيام دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بتبني عدد من المؤلفين الهنود بطباعة إبداعاتهم إلى اللغة الإنجليزية، كما شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب المساهمة الهندية كضيف شرف في دورة سابقة، وكذلك المجال مفتوح لدور النشر الهندي للمساهمة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومن خلال تنوع المشهد الثقافي الهندي في دولة الإمارات من خلال تنظيم العديد من الأمسيات واللقاءات الثقافية المتعددة.